Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhaatil buruj. Wal-yawmil maw'ud. Wa-shaahidin wa-mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ammar TV rahimakumullah, mari support dakwah Ammar TV dengan cara subscribe atau like sosial media Ammar TV, atau bisa juga dengan cara mengirim donasi ke rekening di bawah ini. Insyaallah donasi yang diberikan akan kami manfaatkan untuk dakwah Ammar TV. Sekian, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana layatghaa.